طب المصروفة المالية زي ما قلت كده 64 مليار أو 60 مليار أو 68 مليار زي ما أنتوا عايزين تقولوا، هيبقى عليهم عوائد الحكومة هتدفعها. ده عبء يا دكتور، لأن التدفق المالي للمشروع ممكن يخلص في سنة أو سنتين زي ما احنا عايزين. طب أنا النهاردة باخد بعد أسبوع من الكامل بقى علي التزام كدولة أني أقدم الأرباح بتاعة المبلغ ده للناس. بس كان الهدف أني ما بصيتش على الالتزامات المالية اللي هتترتب قد ما العائد المعنوي اللي هيبقى في جموع المصريين اللي قدمت 10,000 واللي قدمت 20,000 واللي قدمت 100,000 حسب. فبقى كتلة مصرية كبيرة جدا عينيها على ده. احنا كنا ساعتها دخل القناة من 4 لـ4.5، وانا بتقول ده ان شاء الله 24-25 هيبقوا 12 مليار، صح كده؟ احنا النهاردة مش انا اللي قلت ده، الناس اللي عملت الشغل، لكن انا بقول النهاردة لما تعملت قناة السويس النهاردة احنا بنقفل العشر وعشرة ونص السنة الجاية، عشرة ونص آخر آخر 23، عشرة ونص مليار دولار. أنا حبيت أقول إيه الفكرة، مش كان فكرة إن أنت بتعمل قناة لازدواج فقط عشان تحقق المسار الاقتصادي، لكن كان جزء منها وجزء كتير من الشغل اللي بيتعمل كان الهدف منه استعادة الثقة في الناس اللي هم بيحاولوا دلوقتي، بيحاولوا دلوقتي إن هم يهزكوا فيها. فأنا بشكر الدكتور مصطفى، يعني الكلام ده كان بيتعمل وكان فيه ولاد وولادنا ومنشآتنا بتتعرض للدمار والإرهاب. وافتكروا كنا بنقف على المسرح ده نستقبل أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على ولادنا اللي هم ضحوا عشان بلدنا تعيش. واللي أنا بقول دايما لهم إن الأسر دي إحنا لا يمكن أبدا، وهنبقى جاحدين جدا، مش جاحدين بإن إحنا نخلي بالنا منهم، لأ إحنا نخلي بالنا من اللي هم ضحوا عشانه. هنبقى جاحدين لو إحنا ما خليناش بالنا من اللي هم قدموا أرواحهم عشانه. بشكرك يا دكتور مصطفى، ولو سمحتم كنت بتمنى ان الجمع الجميل ده في وقت معين ما اعرفش امتى تاخدهم حضرتك والسادة الوزراء ونقسموا المجموعات يخشوا على كل وزارة، لان انا شايف ان احنا لم نغطي الاصلاح الاداري اللي اتعمل والميكنة الحكومية اللي اتعملت في الدولة اللي ما قدرش يغطيها. يمكن في فرصة لزمايلنا اللي موجودة معانا وأشقائنا وأهلنا اللي موجودين دلوقتي في المسرح وإحنا في العاصمة، تيجي أوتوبيسات تأخذ الناس ونطلع ونشوف ونقعد، وأنا حاجي لك مجلس الوزراء عشان ما أنتوا مش عايزين تجيبوه في الإعلام بقى كويس، جايبين برضو أما أنا بقول جايبين وزارة التموين برضو اليافطة المتعبان، أنا آسف يعني اليافطة اللي خربانة اللي مش عارف إيه، لا 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 لا, لا. انتوا حلمكم يا مصريين لازم يبقى اكبر من كده. اوعى يكون حلمك لقمه، اوعى يكون حلمك لقمه. شكرا جزيلا.